أنا لأ، ربنا سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. لا يرحم جدك يرحم أبوك، قل لهم هالحكي، قل له هالحكي لمرتي، إلا مع حق تزعل مني شي. شوف، من جهة مع حق تزعل، مع حق ولازم تزعل. هلا أنت معي ولا معه؟ لا أنا مع الحق، أنا مع الحق أخي نعيم. إنه أنا برأيي إنه الست لازم تغار على زوجها، ما هيك؟ لأنه الغيرة على الزوج هي دليل المحبة، إذا بتحبه بتغار عليه، إذا ما بتحبه ما بتغار عليه. بعدين أنت المفروض تكون سعيد جدا بهالغيرة، لأنه هي دليل المحبة، مو تكون زعلان. مو هيك إنه ولا عم بيض أنا؟ أنت بتعرف رأيي جميل، معناتها عم بيض. إيه بس أنا بيسعدني جدا أسمع رأيك مدام. أنا برأيي إنه المجاملات شغلة كتير ظريفة، بس إذا زادت عن حدها ممكن تسبب إزعاجات ونحن بغنى عنها. عظيم، معناتها صمام الأمان عند مرتي يمكن وصل لحد أقدر فجره. فجره؟ ليش لفجره؟ أساساً أنا ما زودت كتير. أستاذ نهيم، يلي صار صار، نحن هلأ داخلين بصلحة وبدي منك وعد صغير إنك توعدها لما هالدار يشعره وأنت عم تجامل قرايبينا وهي بتقبل بهالوعد، ويا دار ما دخلك شر. أنا بأمر عيونك. وأنت ما قبلاني؟ بشو؟ باللي قلته. إذا بيعتذر قدامكم بيوعدني وعد شرف إنه ما يعيدها بسامحه. وعد أستاذ نعيم. خلص، قلت لك بأمر عيونك، اعتبريني وعدتها. لا باين. أمي ما هجيبي الصحن مشان ناكل حلوة نص الحي. يلا أمي أمي. أستاذ نعيم، بنت خالتها لمها اللي بهالجمال الساحر تبع اللي من خارة مو بتنجاني وتمها فستو عاشوري ورقبتها كريستال بتبين المي، هي وين بلاقيها؟ خدني لعندها. يا على عيني، بس هي مو هون. وينها لكان؟ وينها ما بعرف، راحت بعد ما راح صوتها. بدك تسأل مها. أنا بعرف وينها. هلا بس ناكل الكنافة بننزل كلياتنا على الأوتيل بنتعرف عليها وعلى جمالها الخارق وبنخلي الجميل يحكي معك كلمتين حلوين ونرجع لهون. اخرتها مع الارجيله. بابا سليم متعود معي في هلا. شوي شوي علي، ما تخافي. قوم. تعرف جميل، ما هو حق نعيم بيوصفه لبنت خالتها لمها؟ كتير حلوه يا خذ العين. العونطجي ارجيله متعشي بغيابنا، تقلان لانه بس معك حق. قديش شفت بنات حلوة أنا، قديش عندي بالمديرية موظفات حلوين أحلى من البنت ما شافت عيني. فعلاً حلوة جميل، شفت ما أحلاها؟ يبعثت لحمة شو حلوة. شفتها؟ حمة واحدة؟ 100 حمة إن شاء الله. معلوم حلوة. لك هيك القرايبين مو مثل بنت خالتك هاي. لك أنا بدي أفهم خالتك على شو متوحمة؟ أي شو الشغلة بإيدك الله خلقها؟ حرام عم تحط كل معاشها على الكريمات والمكياجة وبدون فايدة، مثل سكرتيرتك أمل طول إخوات. ما قلت لك أرجيلة متعشي؟ ليكو طارق قالب الجبنة. هنا طالما تعرفنا عليها وتعرفت علينا وحبتنا وحبيناها، مو لازم نعزمها على شي غدا أو عشاء. بنعزمها بس بشرط. وشو هالشرط؟ إنك تسايرها، ما تعمل مثل ما عملت بالأوتيل. خجلتني. ليش شو عملت بالأوتيل؟ ما عملت شي، بس تلبكت وما عرفت تحاكيها ولا كلمة. ماشي، بس ما تعملي مثل رفيقتك مها وتزعلي. ومن شو بدي ازعل؟ من حكي معها. لا حبيبي اعمل يلي بدك اياه، على قلبي اطلع العسل. لك انا اللي رح انفجر قبل ما ينفجر الصمام. انا صمام حبيبي؟ شيت قلبك. ولي عم تفاول علي؟ لو ما بعرفك انك مو صاحب مشاكل كنت قلت انه بدك يعني يموت عشان يطلع لك الجو. يعني غمي. يا اهلا وسهلا، تفضلوا، شرفوا شرفوا. شرفي نورتي. شكرا يا عزيزي، تفضلي تفضلي تفضلي. يا اهلا وسهلا. ها 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 هلا نور البيت. تفضلي زهرة. شرفي صاحي. شرفي زهرة، انا كتير اسف اني زعجتك وضايقتك. بسيطة، بس صدقيني كل شي حكيته كان بنية طيبة وبيضة وصافية. حصل خير زهرة، أنت ما كان لازم تتضايقي مني بصراحة، يعني كان لازم الحقيقة تقدري موقفي. أنا مثلي مثل كل الرجال ما بيقدروا يشوفوا وحدة حلوة ورقيقة وساحرة
ونعومة ورائعة وما يعبروا عن حقيقة مشاعره. نعيم خلصنا بقى، ما صدقنا راضيناها للبنت ورجعناها، بدك اياها ترجع على الاوتيل؟ لا 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 ابدا، اذا كان كلامي بده يحرمنا من هالطلة الحلوة والنعومة والظريفة انا ما عاد بحكي بالمرة، بسكت على طول. قومي زهرة قومي. زهرتي يا زهرتي ترر انت نجوى المهجة ترر. بتعرفي اكيد هلا بيكونوا مها ونعيم عم يدعوا لنا لانه الصلحه بعد الخناقه حلوه. انت شو رايك؟ بشو؟ بالصلحه بعد الخناقه. ما جربتها. طيب شو رايك نجرب؟ شو قصدك بدك تخانقني؟ لك لا انت بدك تخانقيني. وعلى شو؟ مثلا مثلا ها مثلا اعتبريها مثل لعبه. ها مثلا يعني موضوع البقعه الحمراء اللي كانت على قبه القميص. انت بعرف ما عملتي لي مشكله انه عقلك كبير يا مو مثل كل النسوان، بتوزعي عقل على نسوان البلد كلها. اما مثلا مثلا لو كان عقلك مو كبير كل هالقد وكنتي مثل بقيه النسوان بتغاري بتحسي يعني عرفتي شلون، وقلتي لي شو جاب حمره الشفايف على قبه قميصك، مين هي اللي كانت قاعده جنبك، مين هي اللي كانت متكيه هيك على كتافك مثلا مثلا، وتخانقنا واجوا مها ونعيم جوزها وصالحونا، مو حلوه بايخة. طيب مو هي مثلا غيرها، مثلا موضوع امل السكرتيرة مثلا، انا بعرف انه جيتها على البيت انت ما عملتي لي مشانها مشكلة لانه عقلك كبير وبتوزعي عقل على كل نسوان البلد، بس مثلا مثلا لو ما كان عقلك كبير كل هالقد يعني كنتي مثل بقية النسوان بتغاري بتحسي مثلا، وقلتي لي هاي شو جابها لهون ما بسمح لها تجي، بتعطيها مواعيد عندك بالمكتب مو بالبيت مثلا مثلا، وتخانق. لك اسمعي لقلك والله بتطلع خناقة ظريفة هي، شو رأيك؟ سكوت سكوت جميل بدي نام. أنا اللي بدي نام. بيقول عنك إنك إنسانة ذكية ومثقفة وبتحبي شغلك كتير. شو بيقول كمان؟ ومريحتي كتير بالشغل. هذا الشيء لازم يزيدك نشاط واهتمام بشغلك، بس اوعى تتوقعي انه جميل يمدحك او يدللك. جميل ما بحب يدلل حدا ابدا، هذا طبعه، حتى انا ما بدللني. صباح الخير. سعدت صباحا استاذ. شو هذا اللي حاططيه على بوسك؟ حمرة فاقعة استاذ. وما لقيتي احسن من هاللون؟ ليش شو بو هاللون استاذ؟ ما بتحب الأحمر الفاقع؟ لا بحبه ولا بحب اللي بيحطوه، هدول تبع اللهم عافينا. مسحي مسحي مسحي، تعي لعندي. شو صار له؟ بعلمي بحب الأحمر الفاقع. إيه لا ماشي. طيب يا على عيني وهو كذلك. الله يسامحك شو تأخر على الاجتماع. لا بجيب القرارات معي إن شاء الله. المهم الشغل بالوزارة منيح. على رأسي. ماشي أكيد إن شاء الله. مع السلامة. شو هذا اللي عملتي بحالك من عند الصبح؟ في بني آدمي بتجرغم وشها هيك مثل مهرجي السلك؟ غلطة وندمان عليها يا سيدي وسامحني كتير بقلبك الكبير. لك شو عم تحكي انت ها؟ شو بدي سامحك لسامحك؟ ليش بشو كمان غلطت يا سيدي؟ يعني عاملي حالك ما عندك خبر ما؟ يا ريت تذكرني. اولا انت كيف بتسمحي لحالك تجي لعندي على البيت؟ لانني وجدت ان القرارات مهمة جدا ولا بد ان اوصلها اليك فوصلتها اليك الى المنزل. امل ايميني من الفصحى وفهمي شو عم قلك. كان المفروض تتصلي فيي وتسأليني، يا بقلك جيبيون يا بقلك لا تجيبيون.
شو دراكي انه جيتك على بيتي ما بتسوي لي مشاكل مع زوجتي؟ شو عرفك انه زوجتي ما بتتحسس من جية النسوان اللي عندي على البيت؟ انا اسفه جدا استاذ. شوفي هي اخر مره، انت غلطتي كثير وغلطه ثانيه ما بتعودي سكرتيره بعين وحده ثانيه بدالك، عم تفهمي؟ اكرر اسفي يا سيدي، لن اعيدها مره اخرى. ايميني من الفصحى وروحي جيبي لي القرارات، عندي اجتماع بالوزاره. يلا طيب روحي قولي لدرويش يجيب لي فنجان قهوه، هو يجيبه. يا سيدي امر هو استاذ. الله لا يعطيكم العافيه. ولد صدق يقولوا في غرام تاني. تفضلي هنا. يسلموا هالايدين، عم عزبك صايره بالقهوه هالايام. لك شو في فرق بيناتنا؟ ايه ما في فرق، معك حق، صار لي زمان وانا بعمل لك قهوه، حلك انت تعملي لي قهوه، ليش ما بتعملي لي قهوه؟ يلا هدينا. شو بدي اقول لك؟ هلا انت شو صار معكم امبارح بعد ما تركتكم انا وجوزي؟ اسكتي، مضت على خير. ايه الحمد لله، يعني نعيم وفى بوعده. نعيم؟ نعيم بوفى بكل الوعود الا هالوعد. شو سوا؟ رجعي جامله اكثر من الاول. يي منيح ما تقاتلتوا مره ثانيه. لك ما قلت لك مضت على خير. صحيح انا بدي اتشكرك كثير لانكم ساعدتوا بالصلحه انت وجوزك، لولا كل هلا ما كنا عم نحكي مع بعض. ما في داعي تتشكرينا، صحيح نحن امبارح رحنا صالحناكم، شو بيعرفك بجوز بكره انتوا تيجوا تصالحونا. ايه لا بعيد الشر، ليش عم تحكي هالحكي؟ في شيء جديد بينك وبين جوزك؟ ايه لا عم بمزح. فكرت. ايه قبل ما انسى مها، شو رايك تجيبي بنت خالتك وتيجوا تتغدوا عنا بكره؟ بس ترجع بقول لها وبرد لك خبر. ليش وينها زهره؟ مو بالبيت؟ راحت لعند عمتها، بس ترجع بعد الظهر بقول لها. طيب ليكي لقلك بس لا تشوفيها، بتقولي لها هنا وجميل عازمينك على الغدا وضروري تيجيها، كثير ضروري، وصدقيني انا ماني معذبه حالي بالغدا، كله جاهز لك. ها سلامة خيري. الله يسلمك، جيبيها لزهره. ها جيبيها. الله يديمك فوق راسك وينصرك على اعدائك ويلفر بخاطرك كل ما جبرت بخاطري يا رب. الله ياخذك. تعال. خير انتي اما شوفي؟ هذا الطربوش. انا طربوش؟ الطربوش بطي، ما عاد حدا يبسه من زمان. لا ما تشتب علي، هات ال 500 ليرة اللي لهفتها مني امبارح. انا ما لهفت منك شيء، اوعيها، انت اعطيتيني اياها بكامل ارادتي، بعدين فلتي احسن ما انطحك نطحة، خلي دمك حميمك. ها انا اعطيتك ال 500 ليرة، فكرتك عم تحكي الصدر. ليش انا شو كذبت عليكي؟ ما بعرف. ولا انا. خلصينا على الشام، قولي لي وين شو بدك مني؟ ليش كذبت علي؟ قلتلي انه المدير بده احمر الشفايف الفاقع مشان يهدي لمرته. انا قلت هالشي؟ لا انا قلت يمكن، ما قلت اكيد. ايوه بتفرق كثير، شو بدك تعلقيني مع الاستاذ جميل؟ قضوي وهذا الطربوش. انا طربوش، خلصينا بقى، حاجه بقى انت يا اما. هات ال 500 ليره. طيب فلتي القميص وبعطيك اياها. فلتي اول شيء. انا فرجيت يا درويش. ارجيني ما انتبهت له. حلو بجنن. لمين هذا؟ ليه؟ شو يعني لمين؟ لي طبعا. انت اشتريتي؟ لا جوزي. قليلي يعني ناوية تفضي جيبة جوزك على الاخر؟ رجعته على الحديدة مثل صبي الحمام. ليش قديش حقه هالطقم؟ 150 الف ليرة بس، رخيص ما هيك؟ رخيص رخيص كتير. شو ساويتي بخمسين الف الباقية؟ يا ستي اشتريت لي كم قطعة تياب لقلي وكم تفريعة حلوين بيزهزه القلب منشان قلب جوزي يتزهزه وعم يطلع فيني. وشو اشتريتي لجوزك؟ اشتريت له جرافي. اما شو جرافي؟ ول بتاخد العقل بزيادة، كتر خيرك. انا كنت بدي اشتري له قميص للكرافات بس ما فضل معي مصاري. طبعا، ومنين بده يفضل معكم مصاري مدام شارية تفريع بتزهزه القلب؟ لك ايمان حرام عليكي، حرام تبعزقي مصاري جوزك اللي ورثن عن اهله هيك. فهمنا، هذا الطقم حقه فيه، امتى ما عتزتوا بتبيعوه. بس هي الشرطيت لشو؟ انت بحياتك ما رح تتعلمي تلوفكي جوزك. يا غشيمه، هدول التفاريع اللي قلتي عنهم شرطيت اهم بكثير من طقم الذهب اللي لابسته.
هدول بخلوني حلوة ومتجددة دائما بعيون جوزي، وهيك ما بيفضلوا حجة يتطلع على غيري. هيك قولك؟ ايه هيك قولي. المكتب من غير وردة مثل بيت الأرض، ما له جنس الطعمة. تفضل. مرحبا. شوف لي استاذ المعامل عندنا. هات لشوف. لا هي معاملة عند الأنسة وردة. وين الأنسة وردة؟ طلعت مشوار هلا بترجع، بس هاد مكتبها. يعني استناها؟ ايه طبعا استناها. لو سهلا فيك تفضل. شكرا. بسألك استاذ، هالمعاملة مو لإلي، ممكن الأنسة وردة تمشيها بدون حضور صاحب العلاقة؟ أنت متجوز ولا أعزب؟ متجوز ليش؟ مد إيدك لشو؟ لك مو هاي هديك شمال. لطيف مصيبة. شو في؟ معناتها متجوز؟ طبعا متجوز. يلا شلاح. شو بدي شلاح؟ لك شلاح لا تعصلج معي. شو بدي شلاح؟ لك انت اول واحد بتعصلج معي. لا مش لا. شو بدك انت؟ لا بدي تشلح الخاتم. شو دخل الخاتم بمعاملتي؟ اخي انت ما بدك معاملتك تمشي؟ طبعا بدي. معناتها شلاح ولا تسأل؟ طب ما بدي افهم ليش؟ اخي اذا بدك تفهم ليش معناتها معاملتك ما بتمشي، اذا بدك معاملتك تمشي لا تسأل. شلاح امري لله. هي شلحته حطها بجيبتك. عود 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 عود. اجت وردة. سعيدي سعيدي أنا وردة. يعطيك العافية يا أنسة وردي. حضرتك بتعرفني شيء؟ هلا حصل لي الشرف، بس الأستاذ هوني قال لي عن اسمك. أهلا وسهلا. أهلين. ممكن تمشي لي هالمعاملة وتحدياتك الحلوين؟ طبعا. معك هويتك؟ تفضلي أنسة وردي. تفضلي. يما أحلاك. اسمك بالهوية سعد وبالمعاملة إحسان. المعاملة مو لإلي. طيب اللي هيك من الاول يعني ما بمشي الحال. شو بيقرب لك احسان؟ احسان مرتي بتكون وانا جوزها. خليها تيجي صاحبة العلاقة. بس انا جوزها ومعي وكالة منها. بهيك معاملات ما بتمشي الوكالات. دبري عن سوردي. الله يخليكي. بدك يعني خالف القوانين؟ يعني ما في فايدة؟ اسفة. طب امتى بقدر اجيب مرتي؟ امتى ما بدك. اخذ المعاملة ولا خليها عندي؟ مثل ما بدك. خليها عندي. اللي سلاح الخاتم تمشي معاملتي بسرعة. ها الله لا يوفق على النصيحة. ليش قلت لي انا متجوز عليه الهروب؟ مرته حلوة ما بيطلقها ويا سبحان اللي خلقها. شو قال لك المدير؟ ما في شيء، بس في جروب سياحي جاي يجي يتفرج على قلعة الحصن، بده يعني يرافقه. إذا مالك فاضية بطلع محلك. ها لا يسلم، ممكن لك زو. أنا هالمرة فاضية، لما بكون مشغولة بروحي عني. أيوة أهلا نعيم. شو هالمفاجأة الحلوة؟ حلوة حلوة ونغنوشة وعم بتشر قطر، وأنتي الحلوة يا حلوة. الله يعطينا خيرك. خير شو بدك؟ أحكي، بلش الفار يلعب عبي. ما في شيء أبدا غير إني حبيت أسمع صوتك. اشتقتلك. تشتاق لك العافية. هذا جوزي نعيم. اي نعيم انا معك، شو بدك؟ حبيبتي شو بدي اقول لك، هناء عندك؟ اي عندي. شو بدك منها؟ بدي احكي معها. بخصوص شو؟ هلا بلا، انا انت اعطيني اياها وبتعرفي شو بدي اقول لها. ما رح اعطيك تحكي معها حتى تقلي بخصوص شو. بدي اتشكرها لانها صارحتني عليك يا روحي. اذا هيك بعطيك اياها. أنا بدي أحكي معك نعيم. أنا؟ بده يتشكرك على الصلحة. إيه قولي له وصل الشكر تبعه. أحكي معه ما حلوة. وعنينا. ألو مرحبا أستاذ نعيم. أهلاً هنا. قصدي مدام هنا. شلوني؟ شو أخبارك؟ كيف الأولاد؟ كيف أستاذ جميل؟ كيف الجميل؟ أنا الحقيقة كتير 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 بدي أتشكرك لأنك أنت رديتي لي روحي. يا روحي قصدي يعني رديتي البسمة لشفافي. انتي رديتي لي قلبي. يا قلبي يا قلبي يا روحي قصدي يعني شكرا كثير لك قصدي.
لا استاذ نعيم، ما في داعي تتشكرني بالمره، ما هذا تحكي معك بيك. اي نعيم، انا مها. انا برايي ان المجاملات شغله كثير ظريفه، بس اذا زادت عن حدها ممكن تسبب ازعاجات ونحن بغنى عنها. هذا هو الحل. شو صار له نعيم؟ لسه هلا حكيت معه. اذا جوزك نعيم انا ماني اطلع الجو. الو، اهلين وسهلين. ممكن احكي مع مدام هناء اذا سمحتي؟ تكرم عينك، انا مها، ما عرفت صوتي. اهلين، الحمد لله الحمد لله. بالحقيقه انا ونعيم حابين نتشكرك كثير على الصلحه، واسفين كثير انه عم نشغل بالك بمشاكلنا. ما مي ايه هنا موجوده، تكرم عينك. بدي احكي مع جوزي. جوزي جميل، بس شو بده؟ ما بيعرف يحكي معي هون. ما بعرف، بلكي مشتاق لك مثل ما اشتاق لي نعيم. بجوز. الو، اهلين جميل، خير؟ شوفي، لا لا ما في شيء، بس حبيت ذكرك مشان تعزمي زهرة على الغداء مثل ما اتفقنا. هلا فاتح لي تليفون مشان هذا الشيء، عمول لحالي شو بدك. ايه عزمتها. خلص جميل، مع السلامة. شو بده جوزك؟ عم يذكرني على عزيمتكم انتو زهرة على الغداء. جوزك كله ذوق. ايه طبعا، لكن ليش تجوزني؟ خليني افكر. شو عم تفكري؟ بجميل. شو به؟ هي اول مرة بيصر على عزيمة رفيقة من رفقاتي اصرارا فظيعة ومخيفة. صباح الخير. صباح النور. اهلين استاذ وسيم. شلون حالك اليوم؟ الحمد لله. سيادة المدير جوا؟ ايه موجود، تفضل. استاذ وسيم. نعم. حلوة كتير كتير كتير. شو هي الحلوة؟ القصة. اني قصة؟ يبعث لي حمى على هالخلطة، إذا قال له للمدير بيعرف إني فتت وقريتها. قصة المسلسل اللي عم ينعرض على الشاشة الصغيرة. اه ايوه، شكرا شكرا. ايه بدك تكتب لنا واحد تاني؟ عم نكتب، عطري ان شاء الله، عطري جاي. كبرني هو ورفقاته، وقديش حلوة هالشيبة وبتنقط حسن. الله يخليكي ام واسر، بدي اياها تداوم بكره. ايه وقولي له لاخي ابو واسر، خليه يوصي فيها ولا يتعبها. ايه وقولي له كمان خليه يعتذر منها ومني، لانه نحن كثير كثير انزعجنا منه، قلنا تعو بكره ولما جينا رجع بكلامه. شو بدي اقول لك ام واسر؟ خلي جوزك يحكي معه شخصيا، بخاف يعني اذا بعت له حدا يقوم ما يرد عليه. كيف؟ امتى رح يحكي معه؟ ايه بكون كثير كثير ممنونتك، يعني هالخدمه ما رح انسى لك اياها طول عمري. ايه قبل ما انسى خليه يقول له فرد مره يضحي على هالراتب شوي، يعني يعطيها اضافي واذونات سفر وتعويض لجان وغيره، احسن ما يرجع يحكي معه مره ثانيه. ام واسف ام واسف، خبريني لهون شو بيصير معك. ايه عم بنتظر منك تليفون. مع الف سلامه. بدي اشوف هلا بده يعينها سكرتيره ولا لا. ومين هي ام واسف؟ صديقتي من روح للروح، وما بترفض لي طلب ابدا. دخيلكم انا ما فهماني، مين اللي بده يعين مين؟ بكره رح تعرفوا ورح تاكلوا الحلوان كمان. ما تشوف قدامك وانت طالع؟ انا لازم اشوف قدامي ولا انت لازم ما تكوني واقفه ورا الباب؟ انا كنت عم دور على. بعدين انت شو دخلك؟ هذا مكتبي وانا حره فيه، بكون وين ما بكون وبوقف وين ما بدي. مظبوط مكتبك، بس هذا الباب مو باب مكتبك، باب مكتب المدير، والكلام اللي بينقال جوا بخص المدير فقط. درويش اللي شو سمعت؟ بوسي ايدي بقول. تبوسك حيه بسبعروس. شو بدي اقول يعني؟ مثل ما سمعتي. لك عم قلك ما كنت عم بسمع شيء من ورا الباب. خلصنا خلصنا، ما كنت عم تسمعي شيء، خاطري. درويش ما بدك تطلق مرتك الثالثه؟ كالونيا انت اللي امتى ما بدك تطلقها؟ بس تشاوري باصبعي منروح منجيب المأذون بيجوزنا وبطلقها. لا بيطلقها بالاول بعدين بيجوزنا. نعم 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 نعم. شو قلتي؟ ما سمعت. وشو بيضمن لي انه اذا طلقتها ما ترجعي بكلامك وما تتزوجيني؟ ماشي
بيجوزنا بالاول بعدين بيطلقها. عن اسمك لك وين رايح؟ رايح اجيب المأذون وخلي استاذ جميل وفي اول شيء يمشي. دودي اللي شو كانوا عم يحكوا بالاول؟ هاي باب قدامك فيكي تسمعي اضوي. يبعث لك حمه، هي بتجوز حمار وما بتجوزك. تصور يا وسيم غسلت القميص بدون ما تسالني منين اجتك الحمرة. ايه بس وين عينت الخير اللي حكيتني عليها؟ هذا يا سيدي انا سمعت هنا عم تقول له لنعيم جوز رفيقتها مها انه المجامله حلوه ومطلوبه، بس اذا زادت عن حدها بتسبب ازعاج. ايه بس وين عينت الخير اللي حكيتني عليها؟ ما عم تفهم علي، لك عامل حالك كاتب انت، اروح كبه مسلسلك. هلا ما عاد يعجبك مسلسلي؟ اطقيت على ما اخذته قريته. كنت مفكر حالي رح استفيد منه. العيب مو بمسلسلي، العيب بمرتك اللي بتختلف عن نسوان الدنيا كلياتها. البطلة بمسلسلي لما شافت الحمرة على قبة جوزها طار العقل تبعها وقامت الدنيا فوق راسه، وأربعة خمسة من الجيران راحوا تشريك لأنه فاتوا يحلوا المشكلة بيناته. معك حق، هي يمكن مرتي نيئة عن الخليقة، بس بتعرف وسي أنا لقيت القنبلة اللي راح تفجر صمام أمانة. ولي الشغلة فيها قنابل لأهرب قبل ما يبدأ القصف. لهلا ما فهمت عليك شيء، شو راح تعمل؟ راح اعمل مثل نعيم جامل النسوان. ايه بدي جامل النسوان اساسا مرتك، هذا اللي بدها اياه، لانه الشكوى تبعها منها انك انت حوبه وبتخجل وما بتعرف تحكي مع النسوان كلمتين على بعضه. هو كلامك مظبوط ما بخبي عنك، بس اكتشفت لك شغله كثير مهمه. هي هنا ما بتنقرق مني لما بجامل النسوان لحد معين، بس اذا زدتها رح الجن رح ينفجر صمام امانه. شبك ليه عم تضحك؟ وسيم شو اللي عم يضحكك؟ هلا انت بدك تساير نسوان وتجامله وتتجاوز الحال؟ اذا شفتك بعيني وسمعتك باذني هاي ما بصدق. معك حق، انا نفسي مالي مصدق اذا كان فيي اعمل هيك، بس ما في قدامي غير الطريق يا وسيم. انا عم بتعذب من عدم اهتمام مرتي فيي. خايف بكرة إذا نجحت خطتك تتعذب من كتر اهتمامها فيك. إيه لا تخاف، ما رح اتعذب، بالعكس رح كون أسعد إنسان بالدنيا. إيه الله يسعدك. وسيم أنا مالي غيرك، أنت بدك تساعدني، يعني حل مشكلتي كله بإيدك، بدك توقف جنبي. طيب شو المطلوب مني؟ أخي كل المطلوب منك تكتب لي كم كلمة غزل، كم عبارة هيك حلوين، مين ما سمعتهم تروح اصطيح. إذا كتبت لك أنت بتقدر تقوله؟ هو بدي يتلبك شوي بس خلص بتمرن عليهم وبقوله لا تركل همي. جميل متأكد؟ طيب اسمع لقلك، بعمل عليهم بروفات مكثفة وانت بتشرف على البروفات، شو رأيك؟ أنسة أمل، هذا القرار بده توقيع السيد المدير فورا. هاتو والله معك. لك بده توقيع السيد المدير فورا. فهمت، اصلا معك سالم. وين بدي روح؟ بدي اخذ قرار معي فورا. سالم روح لمكتبك هلا، انا بوقع من السيد المدير وبجيب لك اياه بنفسي. منيح هيك؟ لا ما بحسن، لانه اتصلوا فيه من الوزاره بدهم اياه فورا. سالم اضوي بكل المديريه ما لقى احلى منها. العمى شلون بيقدر يطلع بوشها؟ شباك أضوي. أيوة هلأ شو رح تكتب لي عبارات الغزل ولا ما رح تكتبها؟ موافق بس على شرط. أخي كل شروطك اللباية من غير ما أعرفها. من هلأ ورايح بدك تكتب لي شو بيصير معه بالحرب. وليش بقى؟ هلأ بتعرف ليش. أنا خطك ديريك الأبيض. مع مين بدك تحكي؟ استنى هلأ بالله. ألو مرحبا دينا. مين دينا؟ الله يسعدك ويجبرك يا رب. عطيني ابو صبحي. مين ابو صبحي؟ مرحبا ماهر. لك مين ماهر؟ لك عمي روقنا. مو إلك روقنا. ماهر وين وصلت بالتفريغ تبع النص؟ ايوه لا تكفي، عندي تعديل. ايه على التعديل بيصير احلى. يلا روح احط بقى خطرة. وين رايح؟ لك عمي شو بدك فيني وين رايح؟ نعم
الو، احترامي اخي ابو واثق، احترامي ولو. يا اهلا وسهلا يا ميت اهلا، كيف الصحه؟ الله يخلي لنا اياك سيدنا. نعم سيدنا، بيصير خير ان شاء الله. شو بك يا حبيبتي ساميه؟ في شيء؟ لا ما في شيء، التهوا انتم بشغلكم. عم تنتظر تليفون من ام واثق. ايه وانا عم بنتظره اكثر منها. احذري ليش؟ ليش؟ مشان اكل الحلوان. وحياة عينك ولا تاكلوه، وبكره كمان. يعني نيجي بكره بدون فطور؟ واذا بدكم لا تعشوا كمان. اجا الحلوان. الو الو، ايوه اهلين اهلين وسهلين ام واثق، يا اهلين. طمنيني خير، شو مشي الحال؟ نعم. ليش؟ ايه طيب، شكرا ام واثق، لا تواخذينا، عذبناكي. شو نتعشى ولا لا؟ اتعشوا وبكره افطروا كمان. ليش ما مشي الحال؟ حذروا ليش رفض المدير يعينها. ليش؟ لانها حلوه. مديرنا معقد من الحلوين، هو مع امل اللي ما خرج الواحد يطلع بوشها، بيخجل وبيتلبك، كيف بده يطلع بسوسن اللولي؟ اذا كان فعلا هذا هو السبب، بسيطه، انا بلاقي له الحل. شو سمار؟ لساتها امك عندك ولا راحت؟ بالف يا ويلاه لحتى اقنعتها تضل عندي اليوم. طيب اليوم ضلت، بكره شو بدي ساوي؟ ما بعرف. تعرفي احسن شي جيبي جوزها لعندك، ابوكي. وين بدي احطه؟ حبيبتي بيتنا كله غرفتين، صرنا عم ننام فوق بعضنا البعض. لك انا شو كان بدي بهالجازه؟ شو كان بدي بهالجازه؟ كنت عند اهلي ومرتاحه. عشان الله تبكيلي بهمي سمار، لا تذكريني. انا اكبر غلطه بحياتي عملتها هو اني تجوزت. لا وفوق منها وعن عرس آلي وانكسر عصو. ايه حاجة تنقوا عيب عليكم، قتلتوا حالكم لتجوزتوا، هلا صار جوازك. الو اهلين انوار، امتى عزمتون؟ اليوم؟ كم واحد؟ ايه اهلين وسهلين، بس ما عندي شيء، ماني محضرة حالي، شو بدي غدي اليوم؟ نعم؟ جبت لي سمك اليوم بدك اياه على الغدا؟ ايه ما بلحق. لك يا عيني ما بقدر اترك الوظيفه واطلع هلا على البيت. طب يا انور يا حبيبي ليش ما بتاخذهم تروحوا تتغدوا برا؟ ومين اللي قال له انه شاطره مساواه السمك؟ نعم ماشي ماشي، هلا بحاول اخذ اذن نروح على البيت. حاضر حاضر رح حاول. مع السلامه. يا الهي على هالرجال، والله العظيم رح يجنني له كل فصل وفصل. شوفي شوفي بسلامته، رايح جايب لي 6 كيلو سمك وعازم لي رفقاته، قال شو بده يدوق السمك من تحدياتي، قايل له مرتي شاطره كثير. 6 كيلو سمك؟ لكن يا عمي العز للرز والبرغل شنق حاله. ناس تشتري 6 كيلو سمك وناس تشتري رقاب ورجلين جرج. ايه بتعرفوا انا من امتى مو اكلته للسمك؟ من امتى؟ من اكثر من 3 سنين. لا نحن اكلنا سمك هذيك السنه. لك ان شاء الله لحاجه تحكوا انتوا التنتين، دبروني شو اعمل اذا ما رحت على البيت وساويت له السمكات. هلا بيزعل بيعمل لي منها قصه، اصلا هو عم ينتظر هاي الفرصه مشان يخليني اترك الوظيفه. شو ساوي حبيبتي؟ مالك غير تطلبي اذن من المدير؟ والله ما عاد لي وش قابله، كل يوم كل يوم والتاني اذن. حجرب. روحي الله يعينك. يا ستي تتركها للوظيفه وتقعد بالبيت تتستر. يا ريت اقدر استغني عن الوظيفه بس يبعت حمى لحظي. استاذ ارجوك تقدر موقفي، مشان الله حط حالك محلي، انت قلبك كبير وما بترضى جوزي يزعل مني. انا داخلي على الله وعليك يا استاذ. ايه طيب انا الله يوفقك انت رجال. ايه طيب طيب خليكي بعيدي خليكي بعيدي خليكي بعيدي، ماشي ماشي الله معك الله ييسر لك. يلا يعني روح استاذ. ايه روح. شكرا كثير يا استاذ، انت عظيم، انت ما في منك، انت حنون. خلاص خلاص الله يخلي لنا. خلاص مشي الحال، خلاص روحي لحقي السمكات لجوزك قبل ما يجي. الله معك يلا. نياله على المرأة اللي عنده، لو أنا عاملها مع هنا كان زتت السمكات بخلقتي. بس إلا ما يجي يوم وخلي هنا توقف هالوقفة قدام مديرة وهي عم تترجاها مشان تروح تعمل لي السمكات.
بس انا ما بحب السمك. ايه خليها تساوي لي سختوره يعني ابوات ومقادم كوارع بالمصري. لك يا حادي الركبه طول السير اضناني لقيف قيف بيتمها فهذه خور فكان مدينة السحر طاف الجمال بها وماؤها العذب يروي كل ظمآني. ولا ليش ما عم تبعت لي مقوص مصاري من خور فكان؟ مو عم تشتغل مدير انتاج؟ ابعت لي حملتك في بطني 9 أشهر يا حين الترباية فيك. لك تقبرني ما بسخفيك تطلع على القبر شيتي شو حلو حلو شاي على بالي اكلت حلو لو محرتك بيها المطبخ وساوي عوامة تقبرني انت من صغرك بتموت فيها للعوام. حرتك 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 طلع على قبري القمر القمر معتلك حمى الثانية. يو لك تسكري سكري. أيوة على الله لا يطحين لأنه صار له زمان ما إجاني طحين. أنا لا هدول هني حرام أحمي الزيت مشانه. بإيش بدي حلي درسي؟ بإيش؟ أحسن شي صار وقته. تركني ما بتركك. تركني ما بتركك. بعرف بدك تنزل تلعب بالشارع مع الأولاد. ما بهرب بس تركني. لك شوفي ليش عم تتخانقوا؟ خالي أم محمود إليه طاري تركني. تركوا ليش هالكلام شو؟ خالي أم محمود ينزل يلعب بالشارع مع الأولاد بالحجارة. لك اتركوا قيمي روح لهنيك طولان اتركوا زبلوا بقى. سليم حبيبي جاي على بالك تاكل عوامي؟ جاي على بالي اكل عوامي عندك بحبها كثير. انا كنت طعميتك عوامي بس ما عندي طحين اعمل لك عوامي. هات المصاري بنزل بجيب لك طحين من عند البياع. شو مصاري ما مصاري تفل دمان. حبيبي سليم بخاف انا بدي نازل عم تقطع الشارع تطرقك سياره يا حصرتي عليك كون انا السبب. لا ما بدي انا بدي مشانك سليم تعال وشوف شو إذا جاي على العوامة. اتفقنا اتفقنا حط كفك هون أبوك يا العوامة. أستاذ جميل؟ نعم الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. أستاذ أنا آسفة كتير وسامحني أنت كمان كتير بقلبك الكبير وأنا ما عاد عيدة أبدا. أنت عن شو عم تحكي؟ يعني استاذ بخصوص القرارات اللي اخذت لك اياها على البيت الظاهر اني سببت لك بعض الاشكالات مع المدام. يا ريت لا بقى تعيديها. وعد استاذ وعد. وبخصوص الحمره الفاقعه ما بقى احطها. شوف استاذ اللهم عافينا. العفا نسيت خليه يوقع على القرار المستعجل. هلا باخذ له اياها على البيت. هلا بيعمل لي قصه من ورا الظاهر انه مرته بتغار عليه كثير مني. ايه ما حب للحقوق. اخ لو كان وسيم معلمني كم جمله كنت استغليت فرصه وجود زهره على الغدا اليوم وبديت الخطه. فرصه ما بتتفوت خاصه انه زهره حلوه واذا حكيتها كلمتين حلوين بيجوا بمحلهم. على كل لشوف اليوم شو بيطلع معي. بلكي بعد ما يعطيني وسيم كم درس بقول لها انا ترجع تعزمها مره تانية. فكره خذ هي انا مو زينه. شو هذا انت وياه؟ ليش هيك عم تضربوا بالمسانيد؟ ماما انا اسف الحق علي. الحق علي؟ لك لا تصدقي هو اللي بلش. لا هو لا انت اذا اضرب منك له رجع له خراب مثل ما كانت. بدي احط الغداء يلا. يا أمي
هنا يي رامي اهلين حبيبي، يلا فوت غسل ايدك مشان تتغدى. وين الاولاد؟ سليم جوا وطارق بغرفته. شو حبيبي هالوردات حلوين كثير، لمين جايبون؟ في حدا مريض؟ لا ما حدا. لكن ليه جايبون؟ مو لا حدا، هدول جايبون مشان حطهم على الطاوله، بلكي بتفتح قبليتها وهي عم تاكل. تقبر قلبي كلك ذوق، رح حطهم بمزهريه وحطهم على الطاوله مشان تنفتح قابية الاولاد، حاكم هاليومين مو عاجبني اكلهم، حرام. خير شو بقى؟ اكلت ضربة على مصدغي. ومين ضربها؟ مو طارق يلي ضربني. اهلين بابا. اهلين. اهلين بابا، الله يرضى عليك. طبق ما سمع انت وياه، هلا على الغدا ما بدي حركات وولدني، جايينا ضيوفها. مين هدول الضيوف بابا؟ بس يجوا بتعريف، انت بس تطلع على وش امك تعريف، ادعي لي بابا. كم مرة قلت لك بطل هالعادة؟ شو هاي؟ هلا بتاكل، يلا تفضلوا. علشان الشوك اللي بالورد تحتي. شبك جميل؟ ما بدك تتغدى؟ لا بدي استنى الضيوف. أنو ضيوف؟ الضيوف اللي جايين لعنا. مين جاي لعنا؟ ليش عازم حدا على الغدا؟ أنا لا، المفروض أنت تكوني عازمة مها وبنت خالتها الحلوة. يي صحيح ما قلت لها؟ خير؟ زهرة اليوم عند عمتها. يعني مو جاي؟ عزمتها بكرة ما مشكلة. هيك أحسن، بكون قابلت وسيم وعطاني كم جملة حضره. لا بكرة. حبيبي خوفتني، قوم اتغدى يلا قوم. إيه بتغدى ليش ما اتغدى؟ بكرة وبعده، بكرة وبعده، اللي وعدني حيوفي بوعده. يلا صبي. هات صحنك مين؟ لازم بكل قرص كلي قرص أنا. هات عضار، شوف مين بابا. تفضل جميل. نسلم. مين ماما؟ جارتنا محمود. مرحبا أنا. أهلين حبيبتي. كيفك أستاذ جميل؟ أهلين، تفضلي. لا تفضلي لجنبي لهون، لجنبي لهون، تفضلي. كيفك ابن عمي؟ بقصد أبو طارق، شلونك؟ أهلا وسهلا، كلي لك لقمة فواكه، تفضلي. مالي حسنانة آكل فواكه من كتر برادي، مو متروس فواكه، مل قلبي من الفواكه وأريضة فواكه إن شاء الله. كرمالي. كرمالك، رح آكل مشان أفتح نفسك للأكل كمان. مزبوط، شوفتك لأنه تفتح النفس. قرب قرب، انت مثل ابني اللي بخور فكان، يقبرني ابني محمود ابن الواوية. يا الله يديم المحبة ام محمود، حط لي غدا. تغديت تغديت. وانت شو عرفك؟ ما شفتي هدوليك الاكلات يلي كانوا بالمطعم شلون شفتهم؟ عيب سليم؟ بالعكس حكياته كتير زراف، ما بينسى شي ابنك، شو المخلي لك سليم؟ رح اجيب لك صحن نظيف مشان تقشري فيه ام محمود. تفضل تقبرني ابن عمي ابو طارق. تفضل حبيبي. يسلموا. يا اهلين يا ام محمود، يا اهلين، تفضلي. هاتي عني، هاتي انا بلقمك. اهلا وسهلا بام محمود، اهلا وسهلا يا نوسك، تفضلي. بقى هيك انتوا عم تغصبوني، رح تجننوني. لا تغصبها، بعدين بتراجع يعني بتتآية. انت سكوت. سكتنا. تذكرت ماما، مو قلتي لي اذا بتاخد عشا بالاملاء بجيب لك شغله طيبه؟ واخذت العشره ورجيكي الدفتر. لا حبيبي مصدقتك، بكره لما ارجع من الشغل بجيب لك شغله طيبه معي. بدي هلا. وهلا شو بدي اجيب لك؟ احملي لنا عوامه. عوامه؟ ومين قال لك انه انا بعرف اعمل عوامه؟ انا بعرف ساوي عوامه. ولا يهمك حبيبي سليم، انا بساوي لك احسن عوامه، على قولة اخواننا المصريين، لقمه القاضي بالحمص الفواشات. ليش جبتي طحين؟
عند امك من لا يطحين. لا جارتنا لا تعذبي حالك، بكره وانا جاي بجيب لهم مي عوامي. نحن ليش لحتى نستنى لبكره؟ اليوم ابنك جاي على باله ياكل للعوامي، اليوم طعمي عوامي، رح اعمل لك جاط هالقد قدو. لا جارتنا ليش تعذبي حالك؟ تفضلي عادي. لك ما في عذاب ولا شيء، انا بحب اتسلى بهيك اكلات، تعي معي على المطبخ، تعالي. معلش جارتنا انت اسمعيني بعدين انا بحكي. ماشي. وطحني وطحني وطحني. وين حاطه طحين؟ يلا جايه جايه جايه. عم دور على الطحين ما عم لاقي، وين حاط الطين؟ هيك انتي قولي لي، ما كنتي فتحتي كل هالخزن؟ لي علينا، ما بدي اعذبك، روحي لعند جوزك واولادك. خليك زوج. وين الطحين؟ شوفي جارتنا لقلك شغله، هذا ابني وانا بعرفه، لا تردي عليه صغير. شو ما رد عليه، طفل واشتهى العوامه، ما بصير، واخذ 10 بالاملاء، بدي اقضي له شهوته. انا بكره بقضي له اياها، لا تعذبي حالك. ما في عذاب، وين الطحين؟ يلا هجيب لك اياه. هاتي يلا. وهي الدراب السخن. هاتي طنجرة. اي لحظة. وهي الطنجرة جارتنا. هاتي. روح ريدي عن جوزك وولادك. يلا انا بخفقها للعجينة لحالي. يعني ما بدك معاونة؟ لك ما بدي معاونة. بشتغل لوحدي لبلد. روحي انتي لعند. روحي روحي. لا تلبكيني. رايحة رايحة. روحي.